عاملين فيها جيت كونفورت. تلجو اليوم جيت كونفورت انه شوفوا فيا راهو البرد، وقلت نجي ونفهمكم في الخلطه السحريه اللي تنحيك الجسم. كاين اللي توزن 100 وكاين اللي توزن 90 وكاين اللي توزن 80، وكل وحده قد حابه تنقص من الكيلوات. نروح نفهمكم في الخلطه السحريه اللي تنحيف الجسم. كل وحده والمشكله تاعها، كاين اللي حابه تضعف كامله سواء راجل سواء امراه، كاين اللي حابه منطقه بمنطقه. انا اليوم جيت نفهمكم، الا راكي توزني 100 الله يبارك، ما تجيش تدي باغ اكزومبل تقولي لي ندي خلطه قولي لي نضعف، نو امبوسيبل، ما يمكنش، مانيش العصا السحريه. ابداي بالخلطه الصغيره تاع 600 هكا، باه انت تجرباها وتعرفي الفعاليه تاعها. الفعاليه تاعها في واش راح تكون؟ انها تقفل لك الشهيه. مادام قفلت لك الشهيه بالاكيد راح تضعفك. هنا انت كي ديري كونفيونس في المنتوج تاعنا راح تعاودي تكوموندي، تدي الخلطه الكبيره تاع مليون و200 باه تنقصي نقصي خلا خلا خلا. ادي بالنسبه اللي توزن 100 110 ما عباليش قد، بصح بالنسبه اللي توزن 80 70 تدي الخلطه الصغيره. اللي حابه تنقص 4 5 كيلو تدي تاع 600، واللي حابه 8 10 11 12 تدي تعمليهم مثل حبيبي. انا مش راح نقول لكم، انا نقول لكم راهو جانا شتا وقاعدين في الدار وغير الماكله وغير الرقاد، خلينا بروفيتيو نضعفوا شويه قبل ما يلحق علينا الصيف ونكونوا قدك. نو مادام الصيف خلينا كيما راكم تشوفوا فيا راني دوكا راح ناكل حبه نسمان شتا، انا عندي خلطه كي نسمان نضعف، انتم ما عندكمش. واش حبيت نقول لكم؟ ما دليا واسيا انت الازمن ولا حابين تهبلوا